الله يسكر اهلك واحد واحد. تعال. الحمد لله قدر ولطف. الحمد لله. سيب الحرق يا اخويا. اسف. ايه النيله دي؟ ايه التقريبه اللي ملهاش لازمه دي؟ الحمد لله. يا واعيه. ايه؟ ايه؟ ندردش بقى شويه. نقول كلمتين كده. انت مالك في ايه؟ يعني نعرف ايه النظام برضه. نظام ايه؟ يعني نتعرف. يعني في ايه؟ يعني ايه ايه؟ طب ايه انت ايه؟ يعني فنادق ولا ترب ولا ايه نظامك برضه؟ طب بقولك ايه؟ كلميني انا. لو انت شكل الحانوتية. كلميني شوية عن نفسك. هقول لك ايه؟ يعني انت مخطوبة ولا متراقبة ولا ايه؟ لا انا ممكن اهزاك احترم نفسك. ليه بس؟ لا ما احبش كده. احنا بندردش. ما احبش كده. طب بقول لك ايه؟ مخطوبه؟ لا. متجوزه؟ لا. امال انت ايه؟ انا مصاحبه. والله يعني ممكن تصاحبيني؟ ايه يخرب بيت العنف اللي انت فيه. انا عملت عنف؟ ايوه. ما تعرفش تتعامل مع ستات ابدا. ليه؟ انا عندي لومباجو. عندك ايه؟ لومباجو. طب ما انا عندي تويوتا ما اشتكيتش. يا تويوتا ايه؟ لومباجو. لومباجو ده ايه ده؟ ده غير عرق النسا. انت اللي زيك يا مدام ما يقولوش عرق نسا. استحاله يجي له كبل نسا، جنزير نسا، اي زباله في الكون غير عرق النسا. ده في اصل وشك. الدكتور قال لي هي فتله نسا، اخدها لك بالمرقات. قلت له سيبها تاخدي العين. يعني بسم الله ما شاء الله عندي ديسك ولومباجو وعرق نسا. وان شاء الله في 1/9 هيجيني الروماتيزم. رقصة دي يا مدام ولا ايه؟ انت فرحانة؟ فرحانة قوي. احب الروماتيزم قوي. يا سلام. قولي انت اسمك ايه؟ عبد الحفيظ. وبيدلعوني بزغزة تيك اواي. اشمعنى تيك اواي؟ اي صفارة انزل على طول. ايوه جاي. ايوه. ايه في ايه؟ بقول لك ايه؟ نعم. انت اسمك ايه؟ عبد الحفيظ. وانت اسمك ايه؟ اسمي قاسم. عاشت لساني. بس إيه؟ انت عنيف قوي قاسم. ليه؟ اه والله ده اللي بدلعك. الله يخليك. بقول لك ايه يا زوز؟ نعم. انا نفسي ازورك. اجي لك. اكلمك في التليفون. ابي حاجه. ده الكارت بتاعي. اه. في اسم ورقم تليفوني وعنوان البيت. ميرسي قوي. هجي لك. يا ريت تديه زمايلك في المدرسه. مدرسه؟ انا دلوقتي في الجيش يا زازا. اديني الجيش كله. يا خرابي على سجن. بس ابعتهم لي دفعه دفعه. يا ولية. بقول لك ابعت المدفعيه الاول. في يا ولية. بعديهم على طول الفرسان. ايه ده؟ اسف. نعم. بلاش بتوع المشاه. ليه؟ بيبقوا تعبانين من المشي. كنت بتمشي؟ آسف. نعم. بلاش كمان بتوع الحرب الإلكترونية. مالها؟ هيشوشروا يا أخوي على سمعتي. سمعتي. يا عسل يا عسل. أيوة. إيه؟ يخرب بيت العنف اللي أنت فيه. يا ولية أنا عملت عنف. والله أنت عنيف قوي. طبقت المقصات. ولذلك يا مريم من هنا ورايحة بحريصة قوي في الملفات. أنت اسمك مريم؟ أيوة. عاشت لسامي يا مريم. أنا عندي بنت شبك بس مش عايشة معايا. عايشة في الحبشة. ليه؟ بتشتغل هناك يعني؟ لا فاشر. دي في سجن النساء بتاع الحبشة. بصي انا دلوقتي داخلة على ملف اهو. بصي ايه ده؟ ايه يا وليه الخلاعة اللي انت فيها دي؟ دي مش خلاعة يا عناية. امال ده ايه؟ ده فجر. يا حسني مرة واحدة؟ يعني بسم الله ما شاء الله. فجر وديسك ولومباجو وعرق نساء. وان شاء الله في 1/10 هيجيني التهاب المفاصل. وليه الأمر العيني؟ انت بتبشري على نفسك ليه؟ ده انا حاجزة ودفع عربون لالتهاب المفاصل. هيجيبهولي من لندن. اشمعنى؟ بيقولوا بتاع لندن حلو قوي يا قاسم، يخلي الواحده مننا تطرقع وهي شكا 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 شكا. ممكن تطرقعي بعيد عننا. يلا مع السلامه. يلا يلا امشي امشي بقى. يا طنط مالك؟ انا طنط؟ من ساعه ما شفتيني وانت مقهوره. مفروسه. مالك يا الحلاوه دي بايديا؟ دي بتاعت ربنا يا عناية. اصلك احلى مني. طبعا مادونا بتتحرك قدامي. مادونا. تعالى انا وانت نقف قدام مرايه واحده ونشوف مين اللي هيتف على نفسه الاول. تعالى. ولا انا ولا انت. المرايه هي اللي هتف. يلا هتف علينا احنا الاثنين. يلا 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 مع السلامه. باي باي. باي باي. اقف عندك يا عناية. انت مالك؟ محدش هيتحرك من هنا قبل لما يجي بسلامته الوكيل. يا دي الوكيل. ويسدد الدين اللي عليه. ودينا فلوس. قلنا لكم مش موجود. لما يجي هنبعتها لكم. يا ريته كان هنا واتضرب بالنار وخلصنا منه. انت قاعد ما عندكش دم. لا. ايه ده؟ عيب عليك. انت الكبير بتاعنا. عيب. ايوه عيب عليك يا معقد. انت على فكره يا باشمهندس الوكيل ده مش نصاب. لا لا خدها مني. بتدافع عني ليه يا ماما؟ هو فيه؟ هو بس ظروف وحشه. انت تعرفين منين؟ انت مالك اعرفه منين؟ لما كلمك تبصي لي انا. الله اكبر.
في ايه؟ اوعى حد فيكم يقرب من الوكيل. الوكيل ده الكبير بتاعنا، ده السند، العون، الحمايه، ده ملجانا وقت الشده. واذا كانت على الديون اللي عليه دي فاحنا كلنا جزء كبير قوي منها. عندك حق يا مريم، يا ريت كان معايا فلوس يا وكيل وانا كنت اديتك وسددت ديونك، بس للاسف انا مستعمر. خالد انا عايز حد يتبناني عشان ما ترغيش كتير. اعمل معروف يا خالد. والله لو اتقلبت كنت الاربعه جنيهات هصرفها. حرام عليك يا راجل، حرام عليك انت. ده الكبير. كبير عليك انت خالد. يعني وكيل نيابه؟ ايه الوكيل؟ الوكيل اللي طالعين بيه السمد؟ انا مش فاهم يا اخي. طب ما انا قدامك اهو، ما ينفعش كبير عيله؟ لا ما ينفعش. رئيس يا مدام؟ لا ما ينفعش. زعيم يا انسه؟ لا ما ينفعش. اي حاجه ينفعش اضربه بالنار قدام عينيكم؟ اخرس، ما تقولش كده على الوكيل. ايه يا وكيل ساكت ليه؟ ما بتردش عليه ليه؟ كرم اخلاقي، تاريخي الطويل معاكم وتحمل مسؤوليتكم يمنعنا رد على واد حاقد بالطريقه دي. يعني اقتلته ولا نقتلك؟ اقتل. لا شيل ايدك من عزيناك وحطها في مناخيرك يا فحل يا جعان. مريم عندها حق، وانا ساعه الجد الحقيقي لازم اقف وقفه رجاله، عشان احنا طول عمرنا رجاله وبنقف وقفه رجاله. وريني وقفه الرجاله. اجري يا انا هدفع جزء من ديون الوكيل. هدفع جزء من ديون الوكيل ليه؟ عشان احنا طول عمرنا رجاله وبنقف وقفه رجاله ومالناش دعوه بالنسوان. وروني وقفه النسوان. ينيلك لسه حليم تاني. ادي شيك اهو عنده لكم، تروحوا تصرفوه، تروحوا تصرفوه عشان انتوا عيال. طول عمرنا بني ادمين بنحس ببعض، ما احناش كلاب ولا حمير. وروني وقفه الكلاب. سامع خلاص يا كل العالم يا كل الناس، انا يعني هن يعني هدفع يعني جزء يعني من ديون يعني الوكيل يعني. وسمعني سلام للوكيل وللشيك بتاع حيلي. تتلالا للا تتلالا للا تتلالا للا تتلالا للا. مبسوط مني؟ فضحتي امي. وانت عشان سلفيني قرشين لازم تديهم لي بفرح. اه طبعا لازم الناس تعرف. لا تعرف ترميهم في حجر العروسه. ايوه بس عارفه يا بنت هن وربنا في النهايه واقف الجدعانه منك. لو احنا يا اولاد العم واقفين جنب بعض وقفات الجدعانه دي ما حدش في العالم كله يقدر علينا. سيبيه سيبيه يا مريم. عايز اقف معاك. سيبيه بكره ربنا يهديه. يلا 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 انتوا كمان خدوا فلوسكم مع السلامه بقى. انتوا عدوانا لو سمحتوا. جاتكم نيله. فاضي يا اسطى؟ تحت الرابع. ماشي وكيل. ماشي وكيل. او كده يا وكيل اضحك ولا يهمك. تعال افرجك بقى انا اشتريت ايه. لسه بتصرف فلوسك على الخرده؟ لا هتعجبك قوي. بص لا النحيادي النحيادي لو جدع بقى تقول دي ايه؟ دي؟ اه فرشه سنان. لا ايه دي؟ دي كاميرا بتصور دي؟ اه صورنا كلنا مع بعض. يلا بكام دي؟ دي بنص مليون جنيه بقى. يا لهوي في ايه؟ يا لهو عليكي وعلى العبط اللي انت عايشه فيه يا هند. ليه عملت ايه؟ يا بنتي فلوسك حرام عليكي. صحيح انت ما بتعبيش فيها وبتلاقيها في الارض، بس خليها تصعب عليك. ادي ولاد عمك المحتاجين لك. ترى يا شحاتين ما انا مدياكوا شيك اهو. شيك ايه بس يا هند؟ انت عارف انا جبتها ليه؟ ليه؟ عشان نفرح ونتبسط ونتصور صوره تذكاريه كلنا مع بعض بنحب بعض. يلا انا ومريم. لا 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 بس عليك يا مريم. انا وانت يا اسف. البنت دي فيها حاجه عجيبه. سيبك منها هنتصور ونغزهم. يلا بصي. طب هروح اشوفها بس. لا عشان خاطر. طب ما تيلا يا اسف. صورنا انا وانت وهند. لا في اول مؤتمر بينا نبقى نتصور يا وكيل. طب تعالى بس نتصور احنا الثلاثه. اه صورنا. يلا انا مش هتصور بدي. ها ليه؟ بتطلع صور ابيض واسود دي. طب وفيها ايه؟ ابيض واسود ده انا ابقى تاكسي كده. ايه ده؟ ايه ده تاكسي؟ اسف. طب تعالي انت يا هند. لا انا هروح احاسب التاكسي بسرعه. تاكسي ايه؟ جاتكم نيله في خيبتكم حتى في الصوره بيختلفوا فيها. في الصوره يلا يا اخي. ايه؟ يلا